تعلق على هذه الاتهامات؟ دعينا نوحد الاصطلاحات الآن في الحديث عن الإنسان، فنقول نحن يجب أن ندين الجريمة ونقتل مقتل الإنسان أي إنسان كان. ولا معنى لمنظمة حقوقية أن تميز بين السوريين فتفرد تقارير لعلويين أو لمسيحيين بينما تصف عموم بعض الشعب السوري الذي يقتل كل يوم في مجازر قد تكون أكبر من هذه المجازر التي تتحدث عنها. ليس دفاعا عن هيومن رايتس، أنا لا أريد أن أدافع ولا أريد أن أهجم، أنا أريد أن أوضح. أنا لست من الذين ينكرون الجريمة إذا وقعت. نحن ننكر قتل الإنسان مهما كان دينه وعرقه ولونه ومذهبه. هذه الجريمة، هذا الذي وقع إذا وقع كما وصف فهو مدان ومستنكر مهما كان صاحبه. ونحن نطالب بأن يكون الوطن السوري لكل أبنائه وبكل أبنائه آمن. هذه حقيقة يجب أن أقولها. الحقيقة الثانية التي يجب أن نتوقف عندها، في كل يوم في سوريا تقع آلاف المجازر في هذه القرية وفي تلك القرية، ويجب أن يكون الموقف المجتمع الدولي منها والمنظمات الحقوقية بشكل خاص على قدم المساواة. هذه حقيقة. الحقيقة الثالثة التي أريد، أنا استمعت أو تابعت منذ يومين تقرير في دير شبيغل الألمانية تتحدث عن أن بشار الأسد ومجموعته يصنعون الجرائم ويصنعون الاتهامات ويشترون الذمم ويصنعون معارضة على مقاسهم لكي ترتكب جرائم. الآن كل هذا الكلام يجعلني أقول هذا من حقكم أن تفردوه بندوة. هذا الذي لأنه الحاجة إلى الحوادث التي تتحدث عنها Human Rights Watch، بس لأوضح لك وللمشاهدين، نحن في برنامج العالم هذا المساء تناولناها عندما وقعت ولم تكن لدينا إثباتات أو لم تكن لدينا صور حقيقة لنبثها، ولكننا كنا نعتمد على شهادات أهل تلك المنطقة. تحدثنا عن الموضوع في ذلك الوقت وكان في شهادات حقيقة مروعة في ذلك الوقت. نحن نتحدث عن كل الانتهاكات التي يرتكبها النظام والتي ترتكبها المعارضة. قلت لك اليوم تقرير دير شبيغل الذي يتحدث عن أن النظام يصنع معارضة ويصنع جرائم لكي، وهي تتحدث عن كيماوي الغوطة، لكي يتهم معارضيه ومخالفيه بأنهم متطرفون ومتعصبون وقتلة. يعني هذه الطريقة قديمة استعملها دول عديدة في تصنيع الجريمة. إذن الآن نحن الذي نريد، الذي أريد أن بس أكمل بعبارة، هذا العمل مدان عندما يثبت، وإذا ثبت أنه يتبع هؤلاء نحتاج إلى تحقيق شفاف عملي. لا يمكن لأحد أن يدافع عن الجريمة إلا المجرمين الذين دافعوا عما جرى في الغوطة والذين أثنوا منذ أيام على بشار الأسد لأنهم سلمهم بعض ترسانة الأسلحة. هؤلاء هم الذين يجب أن يدانوا وليس الشعب السوري. واضح سيد عمار وقاف. إذن Human Rights Watch تؤكد ما كان تم تداوله في السابق من أن هناك مجازر وقعت في بعض القرى العلوية في منطقة ريف اللاذقية وقد ارتكبتها مجموعات إسلامية يعني توصف بالمعارضة أو هي متابعة للمعارضة على حسب قول سيد Human Rights Watch. سيد زهير سالم يشكك في هذا الأمر، ما تعليقك؟ يعني حقيقة هناك عدة نقاط يجب الحديث فيها. بداية عندما وقعت معارك اللاذقية قبل شهرين لم يطلع يعني لم يخرج قادة المعارضة بعدهم وعددهم ويقولوا بالله نحن لم نسمع بأن هذه الفصائل هي من عنا أو هي من صنع النظام أو إلى ما هنالك، بل على العكس هم تبنوا هذه العمليات وقالوا بأنها هي سوف تسقط النظام وهي سوف تقوم يعني بتقريب موعد النصر وانتظروا علينا أسبوعا أو 10 أيام. هذه من أول نقطة. الآن هم يريدون التبرم، يعني أنا أذكر ورد في تقريركم مثلا ما يسمى بقائد الجيش الحر، أيضا السيد جورج صبرا في ذلك الوقت تحدث بأن هذه يعني أربكة النظام وأبشركم بسقوطه في الوقت في القريب العاجل. هذه أول نقطة. يعني الآن يريدون بس التبرم. لا أحد يعني لا أحد يؤيد قتل المدنيين أيضا السيد وقاف، يعني جميع يستنكر قتل المدنيين حد ممتاز. وأكثر من ذلك أنه الجميع يستنكر حتى يعني القتل على يعني بسبب الطائفي يعني على الهوية. شوفي يعني أنا هنا أريد أن أعود إلى فكرة أن والله Human Rights Watch الآن تتحدث عن قرى علوية. المشكلة التي نعاني منها نحن كشعب سوري ليست هي أن والله هناك قرى علوية تذبح أو إلى ما هنالك، طبعا هذا شيء موجود، لكن حقيقة كل السوريين معرضين من قبل هذه الجماعات التكفيرية إلى الذبح.
الآن أنت في المنطقة، في منطقة اللاذقية، يستطيع أفراد الأمم المتحدة بسبب أن هذه المنطقة موجودة ضمن سيطرة الدولة أن يأتوا ويحققوا في هكذا مجازر. لكن إذا حدثت مجازر أخرى ضد مرتدين ليس بالضرورة من طوائف أخرى صغيرة، مسيحيين أو علويين أو دروز أو إسماعيليين، ولكن من 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 مذاهبهم نفسهم، وقاموا بذبحها لسبب أنهم والله متعاونين مع النظام، أو لأنهم مرتدون عن الدين الحق، أو لأن طفلا صغيرا مثلا في حلب قال والله إذا بينزل النبي أنا ما بدينا. طيب هؤلاء لا يحقق فيهم أحد. هذه هي نقطة. إذن المشكلة هي العقلية، وليس مشكلة أن والله هذه الطائفة تذبح وهذه كذا، لكن المشكلة هي عقلية الإقصائية التي لا تقبل إلا أن الحق نزل عليها هي فقط. طيب في نقطة بس سيد زهير سالم لو سمحت لي، يعني عندما خرجت المعارضة السورية ضد النظام قالت إن النظام مجرم، وأنه يعني يرتكب مجازر، وأنه يعذب ويقتل، ورفعت شعارات جميلة جدا. ولكن عندما يكتشف البعض أن حتى هذه المعارضة تقوم بجرائم لا تقل فظاعة ربما لمن يحمل هذه الشعارات عن ما يرتكب النظام، يعني كيف يمكن أن تعطيها المعارضة السياسية غطاء ما؟ يعني حتى الآن أنتم تعطون غطاء لجبهة النصرة، حضرتك في يعني منذ أسبوعين قلت إنه الناس تريد الشريعة الإسلامية وهم يرحبون بجبهة النصرة هنا في هذا البرنامج، كيف يمكن إعطاء غطاء سياسي؟ يعني أنت تعتقدين أن هؤلاء يتم قتلهم باسم الشريعة الإسلامية؟ هذا ما قالته Human Rights Watch. لا، هذا إذا يعني إذا كان هناك سوء فهم، إذن هذا حقنا عليكم أن تعطونا الفرصة، لأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمني ويعلم هؤلاء إذا كانوا يقتلهم باسم الإسلام، إذا كان تم قتلهم باسم الإسلام. سيدنا الرسول يوم دخل مكة رأى امرأة مقتولة، قال من قتل هذه؟ قالوا خالد، فغضب وقال ما كانت هذه لتقاتل. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن بالنسبة للمجموعات التكفيرية، هذه اسمحي لي واحدة، هذه الشريعة. الشريعة تحرم قتل غير المقاتل، امرأة طفلا غير المقاتل، يعني الإنسان المدني. هذه الشريعة التي أنا كنت أتحدث عنها وما زلت أتحدث عنها. بس الشريعة الآن التي تتحدث عنها تختلف عن ما يؤمن، لأن معروف الفكر التكفيري يحلل قتل طيب المدني. طيب أنا سأجيبك لأنه الجواب العلمي يحتاج إلى تمام. هذه المجموعات الآن إن ثبت أن بعضها قد ارتكب، إن ثبت، أنا لا أتكلم إلا إذا بعد أن يثبت قد ارتكب هذه الجرائم، هذه المجموعات لا تستطيع أن تقول نحن نمثل الشريعة ولا تستطيع أن تزعم هذا. المهم أن الجرائم التي كانت تقع هي تقول ذلك، هي تقول كل الناس، كل الناس، وبشار الأسد يقول، بشار الأسد يخرج إلى العلمانيين ويقول أنا علماني، ويذهب إلى الإيرانيين ويقول أنا أصولي إسلامي. هذا أمر كل الناس تقول، كل الناس تدعي ما تشاء. نحن عندنا في كل مجال هناك مرجعيات هي التي يكون قولها، يعني المحققون يعني الذين أرسلهم، المحققون الذين أرسلهم بان كي مون ليحققوا في جريمة الغوطة قولهم الفصل فيما قالوا. أنا أرد وغيري يشكك، هذا كلام لا ينتهي طبعا. في كل ميدان هناك أقوام قولهم الفصل فيما يقولون. إذن القتل بالطائرات الذي يتم على المدن السورية الآن، أنتم عندما تقولون أنه قصفت طائرة حي سكن في حلب وانهارت وقتل الأطفال، لا تقولون وقتل السنيون في حلب، لأنه حلب معروف أنه جملة سكانها سنيون. لا تأتون بالعبارة على هذا، وأنا لا أريد، لأنه أنا أتبنى منطق أننا مجتمع مدني موحد. هذا كان منطلق سؤالي. لحظة، كان منطلق سؤالي أنه أنتم من رفعتم شعارات الجميلة الديمقراطية والأخوة والتعاطي مع الأقليات وما إلى ذلك، عندما تأتي المعارضة وترتكب مثل هذا بحسب ما تتهم Human Rights Watch، وأنا لا أستطيع يعني إذن بحسب هذا الاتهام بالضبط. سأقول لك حتى أوفر الوقت إني وإليك، أنا فهمت سؤالك تمام. بحسب الاتهام وكما تقول هيومن، يقول نيوتن في قانون الثالث لكل فعل رد فعل مساوي له بالاتجاه معاكس له. سكوت المجتمع الدولي وتخلي المجتمع الدولي عن هذا المجتمع وترك السوريين يقتلون على مدى 30 شهرا سيعرض الكثير من أصحاب الإيرادات الضعيفة، سيعرض الكثير من أصحاب الإيرادات الضعيفة إلى أن يختل موقفهم وإلى أن تصدر عنهم ردود فعل غير موزونة وغير مقبولة ولا تسأل عنها لا المعارضة ولا القوى الإسلامية. العلويون عندما يعطون الغطاء لبشار الأسد لما ليقوم بما يقوم به عليهم أن يتحملوا الثمن إذا ما حصل ضدهم ردة فعل.
طيب وماذا عن السنة الذين يقفون مع الدولة؟ وماذا عن المسيحيين الذين طيب نقتل الجميع؟ يعني هناك سوريون بغض النظر عن طوائفهم قرروا الوقوف مع الدولة لأسباب عدة وشتى، منها مثلا يعني منها مثلا عدم وجود البديل المناسب. يعني أنا أسمع كلام الأستاذ زهير وكلام جميل جدا، وأتمنى منه يعني أن يوجه إلى السادة في جبهة النصرة ودولة الدولة الإسلامية في العراق ويقول لهم يا أخي هذا الكلام خطأ لا تفعلوه، لا أن يقولنا بأن الشريعة كذا تقول، هذا كلنا نعرف هذا الكلام. لكن أعود إلى سؤالك الذي طرحته منذ قبلا، وأريد أن أقول هنا بأن هناك شك حقيقي فيما يتعلق بسيطرة أو قدرة أشخاص المعارضة، قدرة قادة المعارضة على السيطرة على ما يحدث حقيقة على الأرض. نحن نرى بأنهم هم يلحقون بركب هذه العناصر المسلحة. قبل أن آتي يعني هناك مشكلة في الميكروفون، في مشكلة في الميكروفون، في المشكلة التقنية وللأسف لا نستطيع إصلاحها الآن على طيب. وأريد أن أعتذر عايريني ميكروفون، يجب أن يعني نوقف هذه الفقرة طيب هنا عذرا، كان بودي أن يعني يستمر النقاش ويعني نطلع على أكثر وجهة نظرك. شكرا لك عمار وقاف، شكرا لك سيد زهير سالم. إذن في العالم هذا المساء مواضيع أخرى، وهي العاهل المغربي ينتقد محمد